أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موافقتها على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مسابقة دوري الأبطال على ملاعب محايدة، وذلك في حال عدم عودة الأوضاع إلى طبيعتها قبل 15 من مارس المقبل. تختتم منافسات دور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين عندما يستقبل الاتحاد نادي الرياض. قدم النادي الأهلي السعودي البرازيلي الجديد ماركينيو رسميا للإعلام بعدما أعلن عن ضمه إلى صفوفه منذ أيام. تسلمت اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2019 في دبي كأس البطولة التي ستنظمها الإمارات.